ليش ما نكذب على الله؟ توه ما تعيب علي انا قال الجمهور تنبغي ملطن جت القويره وهذوك اللي على بغات هما على بغات هما تنبغيهم وتيبغوني. ما قال لي توه شي حاجه لا ما تيقول يا ما كنت نخسر الهضره في الفيديوهات الاولاني ما كنش تنعرفو تيصورني تيجي تيدخل عليا ما تنعرفو لا تيصورني ولا والو. ملي كانت اولي تنعرفو تيصورني ما تنقول كاع الهضره الخايبه لحقاش انا تيتفرجوا فيا الناس كبار وصغار وبنات وعائلات انا محترمهم. لا 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 ما تقول لي عيب الله مصطنع ولا مبدل انا غادي هكاك ما تنعرف انا لا مبدل ولا ندي انا غادي يقود مع الله هادشي عطا لي الله. ما بيني وبينو انا الدوبه والو اختي ما بيني وبينو حتى شي حاجه راه جابوه هما عيطوا ليه ملقنت وانا ملقنت تلاقينا تما انا كاع غوت عليهم تما قلت لهم انا ما بغيتش ندوز قدامهم هو تيسمع وداو تيطلبوا فيا قال لك لا راه ماشي مشكل راه هانيه وانا ندوز معاه طبيعي وانا نجي في حالتي. انا اختي ما سوقي في عشرات المليون عشرات المليونات ما سوقي انا عطوني البركه وعطاني الله ما عطاني حتى حد درتها في جيبي وجيت في حالتي ما شفت انا لا 10 ولا 20. محمد طايرة با اللي صاحب با عاد تلاقيت معاه هو ديك الساعة هو باقي صغير تيجي لابيسين با هو المدير تاع لابيسين وتلاقيت معاه راه نهار تلاقى معايا انتي شتي كلشي هادشي اللي دار ليا هو اللي تنشوف. لا مالي علاش خلقني الله باش ناكل وتا الماكلة بغيت تدخلو معايا فيها واش تناكل ولا ما تناكل ما عمرش يدعس ولدني هاد الماكلة لا انا الكريفي ما باقيش ناكل.